أنا لي 4 سنوات متزوج وأنا تعبان مع زوجتي وفي مشاكل مستمرة، وبعض الأحيان يتم الانفصال ثم أذهب إلى أب الاعتراف وترجع مرة تانية ثم تعود مشاكل من جديد، ماذا أفعل؟ هل يوجد حل انفصال؟ شوف إيه الأسباب اللي بتعمل سوء تفاهم بينك وبين زوجتك، حاول تشوف أسباب المشاكل وندور على حل لهذه المشاكل. لكن افرض انفصلت عنه وما عرفتش تتجوز تاني، او الكتاب المقدس ما يسمح لكش انك تتجوز تاني، يبقى موقفك ايه؟ احتملها شويه.